مباراة كبيرة اليوم بين أصحاب المراكز الأولى في الدوري، لقاء مهم جدا لصاحب المركز الأول والثاني في قمة الدوري لهذا الموسم. سنكون معكم بعد قليل فلا تذهبوا بعيدا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، أجواء ماطرة هنا في ملعب المباراة كما تشاهدون في الصورة. هذه تحياتي محدثكم فارس عوض، سأكون معكم من كابينة التعليق، واليوم نحن على موعد مع مباراة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. فريق وولفز ضد مانشستر يونايتد، هذه هي كرة القدم الحقيقية، وهذه هي الأجواء التي نتمناها ونبحث عنها في كل مكان في العالم. أكيد اليوم في تركيز كبير وفي أمال موضوع عليه في هذا اللقاء، الكل يعرف قيمته والجماهير أكيد عندها طموحات وتوقعات كبيرة. الهدف الأول بالنسبة للفريق يقدم مستويات كبيرة ويعرف كيف يستغل الفرص اللي تكون أمامه، عنده حاسة تهديفية كبيرة تجعله مصدر خطورة بشكل مستمر على أي خصم يواجهه. ندخل الآن إلى الثواني الأولى من عمر المباراة مع ضربة البداية. يسب باتجاه المرمى الآن. حلو المرور، يتجنب التدخل. تصويبة يوقف حارس المرمى بدون أي مجهود. راشفورد، فرصة هدف في هذه اللحظات. الله على هذا التصدي، هكذا يجب أن يكون التحليق وإلا فلا. ضغط متقدم على الخصم، الحارس يمنع الكرة لكن الكرة ما زالت خطيرة. تدخل ممتاز، أبعد كرة كانت خطيرة جدا على المرمى. سيناريو مثير من البداية وفرصة خطيرة والتألق أكبر من حارس المرمى. بينية فيها خطورة، محاولة تسديدة فيها قوة كبيرة لكن لا يوجد فيها الدقة المطلوبة وبالتالي الكرة بعيدة عن المرمى. الموسم الكبير من أصحاب الأرض والنتائج الرائعة اللي يحققها الفريق تجعل الأجواء في المدرجات اليوم غير عادية. الفريق ينافس بقوة الآن على لقب الدوري، ونحن في الأمتار الأخيرة من الموسم. لم يكن أحد يتوقع هذا بالتأكيد، لكن هذه هي الحقيقة الآن، وعلى الفريق بأن يسعى الاستمرار في إبهار الجميع. ممتاز في الضغط العالي باتجاه المنتصف. مستحيل هذا التصدي يا دخية، سرعة، ردة فعل خيالية، كرة كانت من مسافة قريبة. الله على دخية، شوف التدافع للحصول على الكرة. الحكم يعطي الأفضلية للمان يونايتد. برونو فرنانديز، الحكم يعطي الأفضلية. يا لعيب، أي تصدي، أي روعة، أي قوة. تنفذ الضربة الركنية باتجاه وسط ال 18، لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة. ممكن الفريق يستغل الوضعية ويبدأ هجمة مرتدة. الفرصة ما زالت في الهجمة المرتدة، هجمة مرتدة مثالية في كل شيء باستثناء وضع الكرة في الشباك. كيف ضاعت هذه اللقطة؟ فرصة خطيرة جدا. برونو فرنانديز، ملعوبة إلى رونالدو. تغيير الوضع الآن، بدأ الفريق يستحوذ على الكرة وأصبح هو المسيطر. برونو فرنانديز، ملعوبة إلى رونالدو. ضغط يتشكل ولكن بدون استعجال، ما في تسرع حتى الآن بالرغم من التعادل. صافرة وضربة حرة لفريق مانشستر يونايتد.
عمل جيد، كرة ثابتة بين أحضان حارس المرمى، كرة بينية فيها خطورة الآن. بانيكا، إيفر بانيكا، أوهو، هدف يكسر النتيجة السلبية، افتتحوا المباراة، الضربة الأولى، منافسة ستبدأ الآن، مباراة بنقطة تحول في هذه اللحظات. ينجح وولفز إذن في التقدم في النتيجة. جميل تبادل الكرة، كرة للتسديد الآن، هدف الأمان، هدف الراحة، هدف الثقة، فارق الهدفين في المباراة، بالتأكيد المباراة لم تنتهي، حذر مطلوب، عدم التراخي أيضا لأن الوقت ما زال كافي للعودة. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. كرة يفقدها بعد تدخل الخصم. وولفز لديه فرصة للتواغل من خلال المساحة على الطرف، أبعد الكرة من مناطق الخطر. كريستيانو رونالدو، لورينزو بيلكريني، الحكم يعطي الأفضلية للمان يونايتد. دقيقتين يضيفهم حكم المباراة كوقت بدل ضايع. كريستيانو رونالدو أمام مساحة في هذه اللحظات، تصدي ممتاز في اللقطة، الله على القفاز، ممتاز الكرة الماضية. الحكم ينهي الشوط الأول والنتيجة 2-0. عودة للشوط الثاني والسعي مانشستر يونايتد لقلب تأخره في النتيجة. وضعية اختلفت، أصبح الفريق المستحوذ وأصبح الفريق المسيطر على الكرة. سانشو، تدخل وكرة تبعد، يتقدم بالكرة للهجوم، تصدي رائع حقيقة، حارس المرمى يقدم مباراة كبيرة، بيلعب للكرة إلى منتصف ال 18، يفشل في إبعاد الكرة بعيدا عن مناطق الخطر. قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات، ما زالت الفرصة أمامه. يا رب، أي لعبة وأي كرة، وأي لمسة، الكرة في المرمى، هدف ولا أروع الآن. ثلاثية ثقيلة الآن، هدف ثالث يوسع الفارق في هذا اللقاء. الفريق يقرأها صح، واعتراض رائع للكرة، كرة تذهب للخصم دون معاناة بعد تمريرة سيئة. الأخبار المنتشرة في سوق الانتقالات تشير إلى أن ريال مدريد على وشك توقيع مع لاعب جديد. فترة الانتقالات هي موسم عمل هام جدا لجميع وكلاء اللاعبين، والانتدابات الجديدة للفرق ننتظرها مع نهاية الميركاتو. التمركز يساعد كيمبيمبي في استعادة الكرة. الحكم يعطي الأفضلية لمانشستر يونايتد. أليكس تيس، بول بوغبا، كريستيانو، حكم يشير إلى ضربة ركنية بعد ما اصطدمت الكرة بالمدافع. عمليات الأحماء من جانب البدلاء، واضح المدرب يفكر في شراء بديل في هذا التوقيت.
تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. مساعد الحكم يرفع الراية، تسلل يثير الجدل، يشير إلى حكم المباراة. إيدينسون كافاني، فرصة خطيرة الآن، تصطدم في العرض. الله على هذه الكرة. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود الآن من نقطة البداية. فرصة كانت متاحة لكن تعود للخطأ. كيمبيمبي ألا مع بوكبا، بيخلصها في هذه اللقطة. هجوم لمانشستر يونايتد، كرة خطرة مع بوكبا، مدافع يقطع الطريق بكل فدائية، ينقذها حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. بينية فيها خطورة، كرة بينية أمامية، يحاول يرسلها كرة لوب، هجمة مستمرة. أوه هذه كلمته، وعلى الجميع الاستماع، وعلى الجميع الاستماع. هدف في آخر اللحظات ما راح يكون له تأثير في نتيجة المباراة، راح يوسع الفارق، لكن اللقاء حسم في وقت سابق. النتيجة الآن رباعية مقابل هدف، 3 أهداف تفصل بين الفريقين. بيهرب فيها من الرقابة، يا سلام على المهارة، كرة بتتخلص، يسيطر عليها الآن. الله على السلايد في اللقطة الماضية. 6 دقائق فقط على نهاية المباراة. برونو فرنانديز، لورينزو بيليكريني، برونو فرنانديز، واللاعب يشوت. أراد أن يحرك الشباك مرة أخرى، حارس المرمى كان في الموعد هذه المرة. شوف اللاعبين وحركات الإحماء، نتوقع تغيير في هذه اللحظات. إبعاد سيء للقطة، ما زالت خطيرة. ممكن محاولة مرتدة خاطفة الآن، هذه هي فرصة هدف. الله على التحول من الدفاع إلى الهجوم، كرة مرتدة مثالية، وجدت طريقها للمرمى. الله على السرعة، الله على كرة في منتهى الجمال. 5 أهداف مقابل هدف واحد، 4 أهداف تفصل بين الفريقين. صفر نهاية المباراة، وفوز من نصيب أصحاب الأرض. أداء كبير وفوز كاسح و3 نقاط مستحقة، كان الطرف الأفضل والمهيمن والمسيطر على مجريات الأمور في الملعب. برونو فرنانديز